الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده برنامج واحد من الناس في رمضان. زي ما احنا عارفين ومتعودين برنامج واحد من الناس في رمضان بينزل كل يوم في شوارع مصر كلها دون استثناء من ادناها الى اقصاها، بنروح كل المحافظات وكل القرى عشان خاطر ندور على الناس الطيبين الناس الجمال ونقول لهم رمضان كريم كل سنه وانتم بخير. شعارنا في البرنامج ان احنا بنحاول ندخل البهجه والسرور لقلوبكم ولبيوتكم، واتفقنا وزي ما بدأنا من أول رمضان احنا عندنا كل يوم فقرتين. الفقرة الأولانية احنا اخترناها انها تكون لدعم وتشجيع وشكر العمال القائمين على إتمام المشروعات القومية طول شهر رمضان. العامل اللي بيشتغل بجد وبكد عشان خاطر يكسب من عرق جبينه في عز صيامه. الحقيقة المهمة دي انا بعتبرها من أهم المهام ان احنا نقول لهم كتر خيركم، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. والفقرة التانية اللي احنا بنعملها ان احنا بنلف ايضا وبنروح محافظات مصر كلها وبنقابل ناس طيبين بشكل عشوائي في الشارع، وبنحاول ان احنا نتكلم معاهم ونسعد قلوبهم بكلمة طيبة وهدية بسيطة رمزية. فيلا بينا النهاردة هنبدأ، واول مشوار نبدأه النهاردة ان شاء الله بحالتنا. صباح الفل يا رجالة، منورين، رمضان كريم، ايه الاخبار؟ كويسين؟ اتفرجتوا على المسلسلات وشفتوا الحاجات كلها؟ ايه بقى ايه؟ شفتوا ايه بقى؟ انا ما شفتش حاجة يا دكتور، احنا بمنتج. انا شفت الاعلانات. شفت؟ لا والله في حاجات حلوة كتير السنة دي ما شاء الله، ربنا كريم ومجهود كبير. طيب النهاردة عايز اقول لكم احنا هنروح فين، عايز تطلع بينا على اكتوبر. تمام؟ ليه؟ في مشروع انا قريت عنه، مشروع اسكان الشباب في اكتوبر، مشروع بنيته الدولة في اكتوبر. المشروع ده مشروع لاسكان الشباب، بيدفعوا ثمنه بالتقسيط، في عمال موجودين هناك بيبنوا بيعمروا عشان خاطر الشباب يروحوا يسكنوا هناك. معلوماتي المؤكدة ان الدولة من 2014 لغاية النهاردة بنت تقريبا 1,000,001 سكنية. انا شخصيا من البرامج اللي كنت مهتم جدا ان انا اشوف مشاكل الشباب ايه، وكانت مشاكلهم دايما مساكن كانت غير امنة في مناطق عشوائية وغيره وغيره وغيره. لكن احنا النهاردة هنشوف مشروع شباب بناه رجالة بجد. وزي ما قلت قبل كده، العامل المصري والبنا المصري هو العنصر الفاعل الحي اللي بيبني وبيعمر. فتحية لكل عامل وكل ايد شقيانة وكل فلاح بيتعب عشان خاطر يبني ويزرع ويحصد ان شاء الله. خليك على طول. كل ايد بتبني وبتزرع وبتصنع لازم نحترمها ونقدرها، صح يا رجاله؟ طبعا. شوفوا انتوا ازاي عمال مهره تستحقوا كل الاحترام والله. وطبعا انت الزعيم، انت مش تجيب سيرتك. عايش ندخل على طمع. شو عمال هناك اول ما وقفت عندك؟ نزلني من هنا كده بس، ده بس هنا كده. السلام عليكم، ازاي حضراتكم؟ احنا اسفين دخلنا عليكم موقع كده. السلام عليكم، رمضان كريم. الحب كل كريم. اخباركم ايه؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير جميعا، اهلا وسهلا. انا مع حضرتك الله. اتعرف بقى بيكم واحد واحد بعد اذنكم. المعلم صبح مبادر محاره اللي شغال في شركه الاقصى. تعمل ايه؟ مبيض محاره. مبيض محاره، اهلا وسهلا. رمضان كريم. حضرتك منين؟ انا من اسيوط. ماسك ايه هنا في الموقع؟ ماسك العمال، يعني بتابع العمال. طيب يا سيدي، حضرتك منين؟ من اسيوط برضه. من اسيوط. ماسك ايه؟ رئيس عمال برضه. رئيس عمال، احسن ناس. وحضرتك؟ من الفيوم. ماسك ايه؟ ماسك مشرف كهرباء. يعني مشرف كهرباء. وحضرتك؟ مهندس محمود. أهل. مدير مشروعات شركة الأقصى. اهلا بيك. وحضرتك؟ مهندس حسن يوسف استشاري الفيوم. اهلا جبل الفيوم. اهلا بحضرتك. مهندس نبيل مدير المشروع شركة الأقصى. وحضرتك منين؟ حسن سواق اللودر. منين؟ محافظة سوهاج. اهلا وسهلا، احسن ناس. وحضرتك؟ عبد الحميد من بني سويف، شغال ماسك البوفين. طيب يا سيدي. وحضرتك؟ محمد سعد محمد الغفير هنا. اهلا وسهلا. الحقيقه انا كنت ماشي بالعربيه وبعدين لقينا مشروع بيتبني. لا ده في ناس تانيين كمان جايين اهو، نصبح عليهم. صباح الخيرات، رمضان كريم. اتعرف بيك. احمد هاشم، مش معاك في الموقع. اهلا وسهلا. منين؟ من الفيوم. من الفيوم. محمد ابو النصر. منين يا محمد؟ من سوهاج.
ازيك؟ بتعمل هنا ايه؟ هنا عامل شغال. بتعمل ايه يعني؟ هنا نظافه وكده يعني. طيب ربنا يوفقك. وحضرتك؟ حفيظ شحاته. حفيظ شغال تبع العمال هنا، بنظف وكده في الشقه. ما شاء الله. انتوا بتعملوا هنا ايه بقى؟ احكي لي بقى يا حفيظ. بنظف حضرتك الكهرباء بيشتغل بيكسر زي كده. بشيل الكسر اللي وراه في الغلق وكده وبنظف وبرميه بالكريم. بس مشروع جميل. ها بسم الله ما شاء الله، ربنا يقدم فيه الخير. شايف انه مشروع مفيد؟ المشروع ده مفيد، مفيد طبعا للبلد ومصر والدنيا والناس. انا اكيد مفيد. يعني هو مفيد من البلد ان شاء الله يكون مفيد. الشقه بقى كام اوضه هنا؟ اوضتين، في ثلاثه حمام ومطبخ وتربه. كل واحد يحكي لي كده عن نفسه، يقول لي هو يعني نفسه في ايه، واحنا في شهر كريم بيحلم بايه، يتمنى ايه. انا نفسيش في حاجه، نفسي بس السعاده والدنيا كده بس. بحضرتك نفسك في ايه؟ نفسي كده هو الدنيا تمشي كده. هو متجوز انت؟ متجوز. اليومات تزيد الدنيا أولاد؟ تمشي كده. عندك اولاد؟ عندي اولاد. نفسك ايه لاولادك؟ نفسي انا البسهم احلى لبس كده واعلمهم احلى احسن تعليم، احسن مدارس مدخلهم فيها. مشروعات اللي زي دي هل هي بتقدر توفر فرص عمل؟ اكيد. يعني وفرت يعني؟ انتوا جايين، انا شايف من فيوم وشايف من بني سويف ومن اسيوط ومن سوهاج. يعني شايف من صعيد كتير. هل طبعا هل بتقدر توفر فرص؟ بتفتح باب رزق كتير للمواطنين، الناس بتعرف تاكل لقمه عيش. هو اغلبيه الشغل دلوقتي بقت في الاسكان، اغلبيه الشغل معمار عماله، الشغل كله بقى في كده. نفسك ايه بقى لاولادك؟ كل خير ان شاء الله. ايه بقى عندك اولاد قد ايه؟ عندي اللهم صل على النبي سته، ثلاث بنات وثلاث اولاد. ما شاء الله. نفسك يطلعوا ايه؟ يطلعوا مستريحين وخلاص كده يعني. مستريحين. تفتكر لما يكبروا الشقه دي هتكون مفيده بالنسبه لهم؟ اكيد طبعا. ايوه. انت اشتغلت هنا امتى؟ ما لسه جاي جديد بقالي شهر. يعني انت جيت اشتغلت هنا ازاي؟ والله سالت الناس هنا دلوني على شغل جيت اشتغل. يعني هنا بيوفروا فرص عمل؟ بيوفروا الحمد لله. وانت كنت شغال ايه قبل كده؟ كنت شغال يوميات وراجل كبير عندي 68 سنه. لا بس الشباب زي الفل ما شاء الله. بس كويس يعني انت كنت لقيت دورت على فرصه عمل، لقيت فرصه عمل. الحمد لله. طب الحمد لله يعني بتوفروا هنا فرص عمل اللي عايز يشتغل سواء في مجالات البناء او كده. مظبوط. طب كل واحد بقى يقول لي بقى كده وهو على الفطار النهارده بيدعي ربنا دعوه، يقول يا رب عايز ايه؟ ايه يا باشمهندس؟ الامن والامان. الامن والامان. قول يا رب عاوز ايه؟ عايزين الامان لمصر على طول بجانب الدول اللي احنا شايفينها. وانا كمان عايز امان لمصر وعايز يكون رمضان كريم على كل المصريين. وانت نفسك في ايه؟ تقول يا رب ايه؟ اتعرف بيك. انا من المانيا برضه. برضه؟ اه. تقول يا رب ايه على الفطار كده؟ عايز ابقى مطرب يعني. تبقى مطرب؟ اه. ان شاء الله تبقى مطرب. صوتك حلو؟ طب سمعني يلا. سمعك ايه؟ يلا غني لي يلا. انا قادر على وجع البعاد يا جراح، وانا هتعب يومين لكن سير ارتاح، وانا الله يعوض حالي على انا فيه. الله. ما تسقفوا له يا جماعه، صوته حلو.